السلام عليكم، إليكم حلقة جديدة على قناة فكرة. يعتبر واحدا من أكثر العلماء تأثيرا على مر العصور. مساهمات إسحاق نيوتن في مجال الفيزياء لا مثيل لها. كتابه مبادئ الرياضيات لا يزال واحدا من الأعمال العلمية الهامة وذات الصلة في التاريخ إلى الآن، وبعد 300 سنة من تاريخ نشره لأول مرة، وحتى مع ذلك كان إسحاق نيوتن أكثر من مجرد أعمال أنتجت. كان رجلا له العديد من الأبعاد وغريب الأطوار. أولا، عبقري يموت وآخر يولد. ولد إسحاق نيوتن في 1642، وهو نفس العام الذي توفي فيه غاليليو غاليلي. ثانيا، يمكن أن يكون مزارع. ولد نيوتن لعائلة من المزارعين، بحيث كانت الخطة الأولية بالنسبة له أن يتولى المزرعة عندما يكبر إلى سن يمكنه من ذلك. حاول نيوتن في ذلك، ولكن نظرا لعدم اهتمامه بهذا المجال فقد كان مزارعا فقيرا جدا. في نهاية المطاف تمكن عمه من إقناع والدته للسماح له بالذهاب إلى الكلية. ثالثا، وكان سيد دار السكة الملكية. أخذ نيوتن هذه المهمة على محمل الجد، وسعى شخصيا وراء المزورين. وفي ذلك الوقت كان يعتبر التزوير خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام. قبض نيوتن على العديد من المزورين، وقضيته الأكثر شهرة هي ويليام تشاربر. رابعا، لن تصدق فقد كان كيميائيا. ولربما كان من أغرب الحقائق حول نيوتن هو أنه كان من أشد المؤمنين بالكيمياء. كان واحدا من أعظم طموحاته هو العثور على حجر الفلاسفة سر لتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، ولكن لم ينجح. خامسا، لم تحدث أبدا ما يسمى بقصة شجرة التفاح. نعرف جميعا القصة الشهيرة لكيفية اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضية، حيث كان يستريح تحت شجرة عندما تسقط تفاحة على رأسه، محدثة لحظة أوريكا الشهيرة، وتوصل عندها إلى القوانين المحددة للجاذبية. ومع ذلك هذا هو شيء ملفق باعتراف نيوتن نفسه. سادسا، ولكن الشجرة حقيقية. وإن كان في الواقع حالما أصبحت القصة شعبية واحتدم الجدل حول شجرة التفاح التي كانت حقيقية، في الوقت الحاضر المنحدرون الأصليون من المكان قرب جامعة كامبريدج يصرحون أنه حتى قطعة من شجرة التفاح الأصلية قد تمت إعارتها من قبل الجمعية الملكية إلى نازا التي أخذتها إلى الفضاء. سابعا، كان نيوتن سياسيا أيضا، حيث اشتغل نيوتن كعضو في البرلمان كممثل عن كامبريدج في مناسبتين منفصلتين. ومع ذلك مثل الزراعة، قال إنه ليس مهتما بالسياسة. عدة حسابات تذكر حقيقة أن نيوتن قال شيئا واحدا فقط في البرلمان، فقد طالب بإغلاق نافذة. ثامنا، كانت لديه منافسة محتدمة مع لدوده، وكان اسمه روبرت هوك. وخاض الاثنين في نزاع خطير على قوانين نيوتن الجاذبية. هوك وهو عالم بارع ومحترم ادعى أن نيوتن سرق عمله، وبدأ هذا التنافس بين الرجلين، والذي استمر كذلك بعد وفاة هوك. بحلول ذلك الوقت أصبح نيوتن رئيسا للجمعية الملكية، واستغل منصبه لمصلحته من أجل طمس هوك قدر الإمكان. وتقول أحد القصص أن نيوتن حتى قد دمر كل صور هوك. تاسعا، ولكنه كان لديه أصدقاء. وعلى الرغم من صراع نيوتن مع هوك، كان لنيوتن أيضا صداقات مع العديد من العلماء المؤثرين الآخرين في زمنه، وتشمل الأمثلة كريستوفرين، وهو واحد من المهندسين المعماريين الأكثر نجاحا في كل العصور، وإدموند هالي من شهرة مذنب هالي، الذي دفع لنشر نيوتن كتابا نيوتن مبادئ الرياضيات. في المرتبة العاشرة، لدى نيوتن الأسنان الأكثر قيمة على الإطلاق، فقد بيعت الواحدة من أسنانه عام 1816 في مزاد بحوالي 3600 دولار، فيما يقدر الآن بحوالي 35,000 دولار، مما دفع جينيس للأرقام القياسية أن تعلن أنه السن الأكثر قيمة في العالم.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.